السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. متتبعي الأوفياء، مرحبا بكم في فيديو جديد. اليوم غادي نحضر معكم البيتزا بالطريقة ديالي. نتمنى إن شاء الله نكون خفيفة على قلوبكم وتعجبكم الطريقة اللي غنحضر بها هاد البيتزا. ما تنسوش الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس باش يوصلكم كل ما هو جديد. على بركة الله ندوزو نشوفوا المقادير وطريقة التحضير. هنا غادي ناخذ واحد الزلافه وغادي ننزل فيها معلقه كبيره ديال خميره الخبز او الخميره الفوريه، وغادي نضيف ليها خميره وحده ساشي واحد ديال خميره الحلويات. غادي نضيف القليل من الملح، كذلك غادي نضيف واحد المعلقه ولا نصف معلقه ديال الزعتر، عندي هنا الزعتر مطحون. غادي نضيف زيت الزيتون كميه لا باس بها، نقولوا واحد ربع كاس، وغادي نضيف كاس من الحليب كما كتشوفوا معايا، وتقريبا غنضيف كاسين من الماء دافئ. انا هنا درت كاس كبير، وغادي نخلطوا هاد العناصر مزيان حتى تنسجم. وكذلك غادي نضيف معلقه كبيره ديال سكر سنيده، انا نسيتها، هي هذه كيف ما كتشوفوا معايا، معلقه ديال سكر سنيده. غادي نخلط هاد السوائل مزيان كيف ما كتشوفوا معايا، وغادي نضيف القليل من الدقيق. غادي ندير هنا العجين ديال 10 دقائق، نخلط القياس ديال واحد الكاسين ديال الدقيق مزيان مع هاد العناصر، وغادي نغطي عليها نخليها 10 دقائق ونرجع نكمل العجين. كيف ما كتشوفوا بعد ما دازت 10 دقائق جبت الخليط الاول، وغادي نبقى نضيف عليه الدقيق الابيض، ونعجن العجين عادي كيف ما كنعجنوا الخبز او كيف ما كنعجنوا اي عجينه. نخلط مزيان ونبقى نضيف في الدقيق حتى نحصل على واحد العجينه متماسكه، ومن بعد غادي نخليها ترتاح وتخمر شويه ونرجع باش نكمل البيتزا ديالي. هنا كيف ما كتشوفوا معايا خديت الطماطم الكمية تقريبا ديال واحد نصف كيلو من مطيشة، طحنتها وضفت ليها مركز طماطم، الملح، شوية الفلفل الأسود، ملعقة صغيرة زعتر، وزيت الزيتون، وغادي نخليها تشحر مزيان. وفي المقلاة الثانية غادي ناخد القليل من زيت المائدة، وغادي نشحر فيه هاد فلفلة حلوة مقطعة مع بصلة كبيرة مقطعة. فلفلة أنا استعملت الألوان حمراء وصفراء وخضراء. غادي نشحر هاد البصيلة مع الفلفلة، غادي نضيف عليهم القليل من الملح والقليل من الفلفل الأسود، وغادي نخليهم يتشحروا مزيان ونرجع معاكم. هنا غادي ناخذ قطع من الدجاج، قطع صغيره من الدجاج او قطع من لحم الديك الرومي، وغادي ننزلهم في مقيله مع القليل من زيت المائده وقليل من الملح وقليل من الفلفل الاسود، وغادي نشحر هاد القطع ديال الدجاج كيف ما كتشوفوا معايا حتى تشحر مزيان. ومن بعد غادي نضيف لصلصه سوجا ونحتفظ بها حتى نعمر بها البيتزا ديالي.
كيف ما كتشوفوا معايا رجعنا لعند العجين من بعد ما خمر شويه، وغادي نكون من هذا العجين كويرات ونستعين بالدلاك، وغادي نسرح العجينه في طاوله اللي غادي تدخل الفرن، ومن بعد غادي نعمروها كيف ما غادي تشوفوا معايا. بعد ما سرحت العجينه في الطاوه غادي ناخذ شوكه وغادي كيف ما كتشوفوا معايا ندير فيها ثقوب باش العجينه ما تنفخش معايا وتجي البيتزا مزيانه وناجحه. غادي اولا غادي ندير الصلصه ديال الطماطم اللي حضرت من قبل، ومن بعد غادي كيف ما غادي تشوفوا في الفيديو غادي نضيف الفلفله اللي شحرت، وغادي نضيف الدجاج وزيتون وفخوماج، والبيتزا الثانيه غادي نعمرها بنفس الطريقه غير هي، وكان غادي ندير فيها وحده بالدجاج والاخرى غنديرها بالطون معلب. خليكم معايا حتى لنهايه الفيديو. هنا كيف ما كتشوفوا معايا يكون هذا هو الشكل. عندنا جوج ديال البيتزا، وحده بالدجاج ووحده بالطون معلب. غادي ندخلها للفران حتى تكمل في الطياب وتتحمر، ومن بعد غادي نشوفوا الشكل النهائي. كيف ما كتشوفوا معايا هذا هو الشكل ديالها. نتمنى ان شاء الله تنال اعجابكم هاد البيتزا اللي حضرت معكم. شكرا لكم على المشاهده، شكرا على التعاليق الزوينه اللي كتخليو ليا، واللي ما مشتركش في القناة يشترك وفعل زر الجرس باش تبقاو تشوفوا الجديد. شكرا، وإلى اللقاء في فيديو قادم بحول الله.